اهلا، السلام عليكم. معلش انا وعليكم بدلعك على طول السلام. عشان متعوده مريم ده يعني مريومه عشان بنتي. ايوه ازيك عامله ايه؟ الله يسلم حضرتك. الحمد لله. اتفضلي يا مريم. بصي، كنت عايزه اسال الدكتوره عن عندي ابني عنده 6 سنين. ربنا يخلي يا رب. ربنا يخليكي. بصي، هو كان عنده من هو صغير، اول ما فطمته يعني وكده، فبقى يرضع شفته. اه ماشي. بيمص فكان اي حد شفته بقى يعني. يكلمه لحد دلوقتي، فهو دلوقتي حاليا برضو ما بيتكلمش مع حد، منطوي كده. اهم حاجة يعني يفضل يرضع شفته كده هوت، وايه بقى، وكره كره دنيته وكل حاجة. انا عايزة اموت، ايه ده؟ ربنا ياخدني. هو كده، مش ست عارفة، سنين لو اه زعقت له على اي حاجة مثلا غلط هو عملها، اه ما بيجيش مثلا بالسياسة، لا اعملي لي اللي انا عايزه وانا اعمل لك اللي انت عايزاه. ده اسلوبه معايا، فانا مش عارفه بصراحه يعني الوقت، يعني مش عارفه اتعامل معاه ازاي خالص يعني. احنا عندنا وكل هنا حاجه حالات بقى، انا كتير، عايزه حاجات اموت كتير. نفسي، انا زهقت منكم، وانا معرفش ايه هو عنده كده. اخوات يا مريم؟ عنده بنتين، أكبر اكبر ولا أصغر؟ واحده اكبر والتانية اصغر، أصغر بكتير يعني يعني، لسه مولودة ولا لا لا، هي اصغر منه بسنه ونص. تمام. عنده صحاب وحياته مع أصحابه ازاي؟ بصي، هو ما عندوش اصحاب كتير، يعني ممكن واحد، وانا اللي بقول له روح العب معي، يعني قريبه، ابن عمه وكده، طيب هو في البيت انا اللي بيقعد بفضل اطلعه ان هو يروح يلعب، بس هو ما بيرضاش اصلا في كمان البيت يلعب. بيلعب ايه؟ بيعمل ايه؟ بيلعب، عايز يلعب ضرب، يضرب بيمسك اخواته بس. الموبايل، الاخبار، نقعد بقى قد الموبايلات ايه؟ بقى ده الموبايل ده بقى حاجة اساسية، وعياط مش قادرة اوصفهولك، يعني اوصفه لحضرتك. وعامل عياط عشان ازاي في يمسك الموبايل، المدرسة؟ لو انا وبدأت قفلت تديله الموبايل من النت امتى؟ ولا يعني حاجة. هو بدأ بتمسك يديله الموبايل بدأ يعني ست يمسك سنين الموبايل من امتى؟ نشوة تسألك. من يعتبر سنتين، يعني من 4 سنين تقريبا. وعمل ايه في المدرسة؟ هو لا، لسه عشان متأخر سنة، كيجي. فما قبلهوش السنة اللي فاتت. الحضانة مش عايز يروح خالص، انت ما كنت بتزعقي له بوديه كتير برضو يا مريم؟ بزعله، لان هو ما بيرضاش يعمل اي حاجه من اللي انا بقوله عليها خالص خالص بتضربي نهائي. يا مريم بصراحة يعني؟ اكيد طبعا، يعني في بعض اكيد. اوقات مش كل الاوقات. طيب يا مريم تابعيني. لا تعليق. لا، هي مريم محتاجة الأول تهدى وتعرف تتعامل معاه، تسحب الموبايل فورا. تماما. هيعيط كتير، ل6 سنين ده صغير قوي، ده بادئ بدري قوي. بدأ سنتين. كتير يعني، كتير 6 سنين ان انا يوصل لمرحلة الضرب والعنف. وما هو الموبايل ده خلاص، هو دخل في مرحلة ادمان للموبايل بس، وواضح ان مفيش كنترول هو بيتفرج على ايه في الموبايل. موضوع بقى شفته وان هو النطق مش كويس، ده لازم يتعرض طبعا على دكتور تخاطب، ده لازم. طيب تعالي نرجع بقى. لما كنت بتكلم مع حد ابن صاحبتي وكده عن ستايل راسه وكده، وانه عامل شعره ومنكوش كده على طول، ما بيسرحوش وبتاع، وانه ستايل مش حلو، وليه بتعمل كده وبتاع، قال لي انتوا شايفينه مش حلو بس انا شايفه حلو. فقلت له زيك، قلت له ما زمان كانت الناس ما كناش كده وبتاع. قال لي بجد زمان ده جيلكم انتوا؟ طب اجيال اللي قبلكم؟ لها كان موضة. وقام داخل على جوجل، جاب لي بقى البنطلونات الشارلستون الشارلستون الاحمر والشعر والاصفر والبتاع بتاعت الرجاله، الشعر الواقف والقمصان المشجره والكولر مش عارفه لايق عامله ازاي. عليك قال لي ولا كانت لأ؟ موضه وكانوا بيلبسوها، واحنا دلوقتي لو شفنا واحد ماشي كده هنقعد نضحك عليه، الستات بالبواريك الغريبه والمش عارف ايه. فكل عصر وله موضه، ودي الموضه بتاعتنا واحترموها. لقيت نفسي اي زبت يعني، اوكي عارفه. هحترمها، بس هي لايقه عليك ولا لا؟ يعني ما ينفعش، ما ينفعش ابقى انا مثلا ولد اوفر ويت والبنطلون واقع مثلا، بس ممكن يعني في شباب لايق عليه. طيب تعالي نرجع بقى للسوشيال ميديا، وده حاجة هتفيد حتى مريم وتفيد كل المشاهدين. ازاي نقلل او نحط بدايل لأولادنا المراهقين في او غير مراهقين يعني باستخدام السوشيال ميديا؟ بصي، هقول لمريم نصيحة، انها زي ما قلنا تمنعه تماما، يبقى مش موجود في حياتها الموبايل في حياة ابنها. البدايل. انما البدايل ان هو يلعب رياضة رقم واحد ويواظب، يعني بالحالة دي ده ممكن يلعب لعبة واتنين عشان يشغل وقته. طول ما الطفل او الكبير او اي حد فينا ما عندوش حاجة تشغل وقته، للأسف كلنا اول طبعا حاجة هنروح بنلجأ للحاجات الغلط. اول حاجة بنلجأ ليها الموبايل، وننعزل حتى احنا.
بننعزل جواه. تمام. فهي دي الفكره، عندي بدائل، عندي كتير، عندي انه ينزل كامب في الصيف لو احنا في فتره الصيف، عندي ان هو لازم يلتزم انه يروح الحضانه بالنسبه للسن الصغير، مفيش حاجه اسمها بمزاجه. اول مره هيعيط ويدبدب في الارض ويبهدل الدنيا، لازم ابقى صبوره. تاني يوم هيعيط اقل شويه، تالت يوم هيجي لحظه وهيستسلم. امتى؟ لما يعرف ان انا ثابته على موقفي. تمام. نفس الحكايه بقى مع الكبار. الكبار انا مش لازم اقعد استنى لحد ما يوصل ل 13 سنه عشان اقول له قلل الموبايل، او اقول له انزل اتدرب، او اقول له هوايتك ايه. وهنا دورنا احنا، ان الطفل مش فكره برضو انه ينزل رياضه اجباري. انت بتحب ايه؟ انت شاطر في ايه؟ انت عايز ايه؟ هيقولي مش عارف، اجرب عادي، العب رياضه، اجرب مره كوره، مره باسكت، مره يعني اجرب رياضات مختلفه لحد ما هو، وهتلاقي حاجة. حتى الكوتش اللي معاه والكابتن اللي معاه بيقول لك ايه، هو جسمه ماشي مع ده. يعني ما ينفعش اجي حد قصير، فيه طبعا لكل قاعده شواذ، واقول له العب باسكت مثلا، مع ان فيه ناس قصيرين وشاطرين جدا. كل واحد بيبقى له ايوه، الحاجه المميزه. فهي دي، انا انت شاطر في ايه، او ايه المقومات اللي ربنا اداها لك، انا اكتشفها فاشتغل عليها. تمام. تمام. اخلق دايما، يعني في مقوله كده لذيذه بتقول ايه، اخلق للمراهق اللي عندك في البيت فكره يتبناها. انا بعشق المقوله دي. الفكره اللي هيتبناها دي شغل، تطوع، حاجه يتعلمها جديده، حاجه يشاركني انا مع فيها. طول ما انا بديله مسؤوليات، اللي هو ايه، انت الفكره دي بنتك، ابنك، او القضيه معينه بتاعتك. انت دي بتاعتك انت، شوف هتعمل فيها ايه. اديته بقى الثقه،